هلا من شوي كنت بحكي عن موضوع الفرز في التابل اللي اسمه Student Grade، اللي هو الجدول الرئيسي اللي بيتم فيه تخزين كل علامات الطلاب بمختلف الصفوف ومختلف المواد اللي تم تقديمها. فهذا هو التابل، لاحظوا هون عندي الاسم فيه، وهون العلامة، ماشي، وهون العلامة اللي هي الفل، العلامة الكلية يعني العظمى. بعدين هون عندي الصف، وهون الشعبة، وهون المادة، وهون الديت، وهون الاكزام تايم الوقت، وهون الدي والمنث والاسم الجهاز اللي تم التقديم عليه، وفترة تقديم الامتحان، فاينل اكزام ولا فيرست ولا سكند ولا هاي الامور. وقبل شوي عملت فرز بس بدي الفاينل اكزام، فطلعوا لي الطلاب اللي قدموا امتحان نهائي. ممكن اعمل فرز انه بدي من طلاب الثامن الف اللي عملوا فاينل اكزام، من الثامن مثلا جيم اللي عملوا الفاينل اكزام، بتكون المادة كمبيوتر. كل هاي فرز عن طريق اللي هو الفيلد نيم. هون بعمل فرز باللي بدي اياه، يعني مثلا بدي اللي قدموا والله ب 24 الشهر بس، فبشيلهم كلهم بدي ب 24. اوكي، لاحظوا هيهم قالوا خمسة كاينين مقدمين امبارح مثلا امتحان نهائي، على الاغلب انه مهني، هيو مهني طالع هون. لو لاحظوا انا زي ما حكيت لكم انا بدرس مهني بس مش تخصصي يعني. وهون اسماء الاجهزه اللي تم التقديم عليها، لاب بي سي 1 اول جهاز اللي عند الباب عندي، لاب بي سي 17 اللي هو هذا اللي هون اقرب واحد علي، وبهذا الشكل. هيك انا تقريبا شرحت كل شيء عن الاكسس. في عندي مجموعه من التابل، اللوجن اللي بتخزن فيه اسماء الطلاب وبياناتهم، في عندي الستودنت جريد اللي بتخزن فيه اللي هو العلامات لكل المدرسه، في عندي اللي هو التابلز اللي تبعت الاسئله، مثلا تامن كمبيوتر، تامن ارابيك، تامن ماثماتكس بهذا الشكل، وفي عندي تابل للكورس للاسماء المواد اللي بدي اضيفها، مثلا عمل جدول جديد للجغرافيا فبالتالي بكون تامن تي اتش اندرسكور جيوغرافيك، فبالتالي بروح على جدول اسمه الكورس وبضيف الجيوغرافيك كماده عشان تطلع خيار للطلاب. وفي عندي كمان جدول الاكزام سيتنج اللي هو اعدادات الامتحان، عدد الاسئله وهي القصص والطباعه وما طباعه. وفي عندي كمان جدول بسموه او مسميه كويستشن نمبر اللي هو فيه البيريود تبعت فتره توليد الارقام العشوائيه من 1 ل 50، من 1 ل 70، من 20 ل 90. فهاي الامور اللي انا يعني تقريبا بدي احكي فيها. وفي الكويري بنعمل بشكل سهل يعني. شو ضل كمان؟ الكود مثلا لو انا بدي ادخل على الكود، ما بعرف اذا فاتح الفلاش هون، وين اكزام سكول، هاي اكزام، هاي حكينا عندي نسختين زي ما حكيت انا امبارح او بالفيديو الاول يعني. هذا الكود، بس افتح جهاز عندي بطيء، منزل عليه ويندوز 10 ويندوز سيرفر 2016، والطلاب بيمتحنوا كمان كل العمليات الامتحان بتكون على الجهاز تبعي. هي في طلاب بيمتحنوا يعني بياخذوا الأسئلة من هون وبخزنوا هون، فالجهاز شوي بطيء. واي 3 هو كمان، مع انه الرام كان 4 جيجا بس زدته 8 صار 12، بس لساته بطيء يعني السي بي يو بطيء. هيك تقريبا انا شرحت عن الفورمز، كيفيه ادخال طالب، كيف بدي ادخل على الامتحان، كيف بدي اروح على المراجعه، الريبورت اللي بيطلع في اخر الامتحان، كيف بقدر اطبعه واغير الاسئله مثلا من الشورت كات المدخل عن طريق الفورم، كيف ادخل على الداتا بيس الباسورد يو اس اف، كيف ادخل على فولدر النوت باد اللي بيكون فيه ملفين، ملف الاسئله للطالب اللي بتطلع، وخلينا نحكي بيانات اللي تم تقديمها في الامتحان، مثلا عدد الاسئله يعني هاي طالب خليه فاتح مثلا، خليك شوي زي ما انت، والله هاي الكاميرا ملاحظين مثلا هاي الصورة تم اختيارها بشكل عشوائي من بين مجموعة صور، هيها زي علامة اللايك. كم جبت؟ من 40. استنى شوي بس يعمل فوكس الكاميرا، اها صحيح، اوكي تسكر بس كلوز، لا تعمل اشي تاني، خلص لا تعمل كانسل.
في هون مسج بتطلع احيانا بيعملوا لها كانسل للطلاب اللي هي موضوع الطباعه. لاحظوا هون هي اخذت الامر الطابعه. تعال خذ علامتك حطها على الكاميرا بسرعة. هاي العلامة اللي طلعت للطالب من شوي. خليك شوي. اوكي هاي الصورة كمان. خلص اوكي حبيبي يعطيك العافية. هلا نرجع هون للكود. حكينا هون في عندي مجموعة من الفورمز. زي ما حكيت الجهاز بطيء شوي. هون الفورمز اللي أنا بشتغل فيها، مثلا هذا فورم، تدخل على فورم اللوجن. هذا فورم اللوجن مثلا لما ندخل على الامتحان، يعني هاي مثلا كبسة اللوجن. هذا الكود. اكثر شيء زنخ في الموضوع ويعني معقد اللي هو شاشه الاسئله، الكويستشن انا مسميها هون كويستشن بيج. هاي الشاشه مثلا على الفينش، هاي كبسه الفينش. لاحظوا هاي الباتون فينش شو بتعمل. مثلا هون بتصفر اللي هو العلامه الطالب والعلامه الكليه، وبروح على الداتابيس بجيب العلامه الكليه قديش. هاي الشبك مع الداتابيس، وبعمل هون عمليات المقارنة بين حل الطالب وحلي أنا. فإف ترو بروح بزيد علامة. بعدين هاي التصنيف الستاندرد اللي حكيت عنه، هاي هون الـ A بلس والـ A بي بلس وهي القصص. وهي الصور اللي أنا مخزن مثلا على الفيل، على يعني الراسب مخزن مثلا مجموعة من الصور. وين راحت؟ هيها. أنا عندي مثلا أربع خمس صور، تسع عشر صور، تسعة تسعة من واحد لتسعة. اوكي عشر صور من واحد لتسعة. اوكي هون مثلا فعملت فانكشن يولد رقم عشوائي ويختار صورة بناء على الرقم العشوائي. يعني انا مسمي الصورة فيل، هيا هون بس فيل واحد فيل اثنين فيل ثلاثة، فهو بيعمل فيل زائد الرقم العشوائي فبيطلع الصورة بناء على هذا الاشي. هون في عندي الفينشنج، تخزين الداتابيس في الدي. لاحظوا هون مثلا بحذف الملف القديم، هي بحكي اذا اف اكزيست اعمل له ديليت. ماشي انا ما بعرف مبين في الكاميرا ولا لا. هون الاس اس اس هي اسم الطالب، وبعدين اسم، ما هو في فولدر لاسم الطالب، بعدين في يعني بعدين في اسم الطالب على الملف النوت باد وعلى الاكسس، يعني هذا الاكسس ام دي بي. هي بصراحه الموضوع معقد شوي نوعا ما. فهون هذا اللي بتخزن في النوت باد. وينه؟ هي هذا اللي بتخزن في النوت باد. مثلا في عندي صفحة المراجعة اللي هي الريفيو، هي ريفيو هون، هي صفحة المراجعة. شايفين الكبسات 46 كبسة، بخفيهم كلهم وببين عدد من الكبسات يساوي عدد الأسئلة. الله يعطيكم العافية، أكثر من هيك بكفي يعني شرح. شرحت عن الداتا بيس وعن كل التفاصيل الثانية عن الفورمز بأجزاء، وحتى وصلت للكود. وان شاء الله برجع بحكي مره ثانيه، ان شاء الله تكونوا استفدتوا يعني وشرحت البرنامج بشكل وافي ومفصل. يعطيكم الف عافيه.